خلينا نروح لزميلنا كريم احمد على التليفون طبعا لنطمن نشوف ماذا حدث بعد نهايه هذه المباراه. كريم الف مبروك، وايه اللي بيحصل في الملعب دلوقتي؟ كابتن اسلام ببارك لك طبعا، يعني نقدر نقول الحمد لله يعني بالفعل قدرنا ان احنا نحقق بطاقه الصعود من السودان. الحمد لله لعبتنا كانت رجاله، لكن عقب انتهاء المباراه وقبل انتهاء المباراه كابتن اسلام يعني زي ما تابعته الامر صعب جدا. يعني نقدر نقول لعبت النادي الاهلي في الملعب، نقدر نقول حراسه الجيش، لكن الامر صعب جدا، وفي يعني حاله يعني ما كناش نتمناها يعني تحصل في ملعب الجوهره من الزرقاء بالسودان. احنا متواجدين دلوقتي مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل والكابتن محمود الخطيب ومعانا السفير حسام عيسى، متواجدين في القاعه الخاصه بالفي اي بي، معانا الكابتن احمد فتحي، جيرالدو، علي لطفي، الجهاز طبعا الاداري بالنسبه للنادي الاهلي، لكن كل لعيبه النادي الاهلي بالكابتن سيد عبد الحفيظ بالكامل متواجدين في ارضيه ملعب. معانا السفير يمكن ادرى اكثر من اتصال مع الحاله اللي كانت متواجده في منتصف الشوط الثاني او في اخر الشوط الثاني على اساس يكون في تامين كبير لعيبه النادي الاهلي عقب انتهاء المباراه. الجيش بالفعل متواجد، لكن يعني الظرف صعب ومش عارفين حتى هذه اللحظه نقدر نقول هنقعد قد ايه بالنسبه للوقت. يعني بيحاولوا ان هم يخلوا الجمهور خارج الاستاد على اساس ان في تامين لبقيه الفريق للنادي الاهلي، لكن احنا متواجدين. بطمنك بشكل القاعة الخاصة بالكبار الزوار، لكن ان شاء الله يعني مع المحاولات المكثفة اللي بتجرى من الكابتن محمود الخطيب ومعالي السفير على تأمين البعثة بالكامل ان احنا نخرج على فندق الإقامة في اسرع وقت. واكيد متابع معاك انا كابتن اسلام، يعني لحظة بلحظة ان شاء الله هكون متابع معاك خلال الدقائق القادمة اي جديد باذن الله هنكون معاك يا كابتن اسلام. قبل بس ما اسيبك يا كريم، قول لي الاحوال ايه كانت يعني في المباراة واثناء المباراة وايه اللي حصل والدنيا مشيت ازاي؟ طمنا بشكل عام على المباراة. يمكن هم تحاملوا على الحكم بشكل كبير جدا والقوا عدد كبير من قبل المباراه. الحقيقه الصحف السودانيه كانت متحامله على الحكم، فيعني برضه كانت حاجه غريبه جدا، لكن الحكم كان رائع. الحكم بصراحه كابتن اسلام كان رائع النهارده، يعني الاشاده كانت من الجميع، يعني كل قراراته كانت صائبه. في قرارات يعني كانت ممكن يبقى فيها كروت حمراء بالنسبه للنادي الاهلي السوداني، تدخلات كانت عنيفه جدا مع ايمن اشرف، قراراته كانت جيده، لكن التحامل الكبير ده ويمكن القوا زجاجات كثيره جدا جدا، والجيش يمكن نزل وفي حد كمان نزل الملعب كابتن اسلام وحاول ان هو طبعا يجري على الحكم. الجيش طبعا او الشرطه قدرت ان هي تطلعه، لكن كانت حاله صعبه جدا جدا في منتصف الملعب، يعني لعيبه النادي الاهلي خرجت من المود نقدر نقول، عشان كده ده كان سبب الهدف. يعني الحاله اللي حصلت دي خرجت اللعيبه شويه. الشناوي يعني الله يكون في عونه بيترمي عليه اكثر من 50 60 ازازه ورا بعض، يمكن الكاميرات ما بتجيبش الكلام ده كابتن اسلام، لكن احنا حاضرين في الملعب الامر كان صعب. لعيبتنا يعني ربنا معاهم رجاله فعلا مع الظرف والحاله والاجواء اللي احنا فيها دي ان احنا نقدر نحقق التعادل مع الظروف اللي كانت فيها دي. يعني بنشكر لعيبتنا بشكل كبير جدا والجهاز الفني. بتكمل على خير ان شاء الله كابتن اسلام ونخرج من الملعب بدون اي مشاكل بدون اي اصابات. دكتور عمرو حبه ايضا كمان كان متواجد، مترجم طبعا خاص بتاع مستر فايروس، خد يعني نقدر نقول زي حاجه بسيطه كده في ظهره، يعني ازازه او حاجه خبطت في ظهره بالنسبه للجمهور، لكن ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام يعني تنتهي الازمه دي على خير وتقدر القوات المسلحه السودانيه ووزاره الداخليه السودانيه ان هي تامننا بالكامل. يعني المعامله كانت رائعه على ما اعتقد بالنسبه للنادي الاهلي السوداني، كان في مباراته الاولى في مصر التامين كان رائع، كل الامور كانت ماشيه بشكل طيب. بنتمنى المعامله ان شاء الله تكون بالمثل حتى اخر دقيقه لوصولنا الى مطار الخطيب. انا عارف ان انت بعيد عن ياسر ابراهيم، ولكن ياسر ابراهيم كان في دم، احنا شفنا لقطات فيها دم كده في دماغه، هل عرفت حاجه؟ هل الدنيا ماشيه تمام؟ ايه الامور يعني؟ انا هعمل محاولات يا كابتن اسلام ان احنا نعرف، لكن هي كانت اشتراك قوي جدا طبعا زي ما تابعناه، يمكن نذهب بشكل كبير ياسر ابراهيم، لكن هطمن عليه دلوقتي حالا وفي خلال دقائق ان شاء الله يا كابتن اسلام نطمنك. طيب. هل هي كانت فيها اي يعني دماغ اتفتحت او حصل حاجه اتفتح او كده، ولا الامور كانت نزيف بسيط جدا يا كابتن اسلام؟ انا بشكرك يا كريم على كلامك وبشرحك لكل هذه الامور، هنطمن اكتر على كل اللاعبين زي ما حضراتكم سمعتوا من زميلنا كريم احمد، كابتن محمود وكابتن محمود الخطيب والسفير حسام عيسى و بقية اللاعبين اللي كانوا خارج التشكيلة دلوقتي قاعدين في قاعة كده مقفول عليهم لغاية لما الفريق يجي لهم، ولكن الفريق دلوقتي في نص الملعب زي ما حضراتكم سمعتوا، الفريق بالكامل الحقيقة ومعاه جهازه الفني وجهازه الإداري، إن شاء الله هنطمن عليهم وإن شاء الله الأمور تمشي، مفيش أي مشكلة. الشعب السوداني شعب شقيق وسيظل دائما كل هذه الأمور إن شاء الله تعدي، هي مباراة لكرة القدم وهو ده اللي كنا بنسعى ليه لغاية لما حصل التوقف اللي هو العشر دقايق اللي الكابتن فتحي كان بيتكلم عليهم، الامور كانت ماشيه بشكل جيد جدا داخل ارض الملعب، وهو ده اللي احنا كنا دائما ما بنسعى له خلال الفتره الاخيره، ان المباراه تبقى مباراه كره القدم داخل الملعب فقط. الجمهور